خد قربي خد 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 اجا بابا. كيفكن يا ابطال؟ منيحين بابا. امي اجا ابي. اجا اخوكن عمار؟ كان وعدنا يفرجينا على البيت الجديد بس لساته ما اجا. اهلين جلال. خد انا بورجيك. ما اجا عمار؟ خد هي. لا طلع يشوفني لمين لسه ما اجا. يا نغم. نعم بابا. ما شفتي اخوك اليوم يا بنتي؟ قال انه بده يروح على شي محل. انا ما قال لي شي بس اكيد بيكون مع نرمين 100%. يا ريته كان مع نرمين. وين الولد؟ حسن اكيد بيعرف محله. لروح لعنده. لوين رايح؟ ما قلت لك عند حسن؟ ليه صوتك غريب؟ في شي مخبي عني؟ صاير شي لعمار؟ احكي مشان الله. وينو عمار؟ بابا شو بو عمار؟ صار له شي؟ لا 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 تخافوا عمار ما صار له شي. بس شو؟ بس نرمين تركت عمار. شو؟ فسخوا الخطبة؟ بابا شو عم تحكي؟ يا الله ليش هيك عم يصير معنا؟ استنوا يا جماعة لا تقلبوها مناحة. منلاقي عمار وبعدين منسأله شو القصة ومنحلها إن شاء الله. خلوني هلأ أروح على بيت حسن بس يمكن اتأخر. بدي أحكي مع عمار. شفتي يا أمي كله من طول الثانية بعت لي حمى إن شاء الله. مريح كان بدها تنتحر واليوم تركت عمار. شو عم بيصير يا ربي؟ هاي موبايله خريب ما بقدر اتصل فيه. كيف بدي لاقيه يا ربي؟ بس ما يعمل الولد بحاله شي. العشاء مجانين. حول يا غنام حول بات الليلة هن. والله باين تقطع كويسة. قل لي يا غنام بالله. اجيت لك عمار اجيت. اهلين بابا جلال. شرف عنات عمار مو عندك. جيت لشوف اذا كان هون. والله ما اجى اليوم لعندي عمار بس اكيد بيكون عند نرمين. اكيد هونيك هو. لا مو عند نرمين. انت مو غريب رح اقلك. اه خير عمي. نرمين تركت عمار. مستحيل. شو هالحكي هاد؟ ما بصير هالشي. ما بصير وصار. مشان هيك عم دور عليه. لا حول الله. والله صدمتني. وقف عقلي. بلا ما يوقف هلا. شغل لي يالا نلاقي الولد. طول بالك عمي. لحظة عم فكر وين معقول يكون. عم تقول انت انه نرمين تركته؟ ايه معناتها بيكون زعلان كتير. ولما بيكون بهالحالة شو بيعمل يا حزرك؟ شي طبيعي يروح على الخمارة يعني مشان يشرب يعني وينسى مشاكله شوي. طيب يلا خدني عليها لشوف. يلا امشي. لعيونك عمي بس لألبس جاكيتي وجاهد. صبري حكيت مع عمار؟ طيب شو قال؟ شو مشكلتهم هدول؟ ليش فسخوا الخطبة؟ أنا حكيت مع جلال. زعل كتير. قال بده يشوف عمار ويسأله. أنت ما حكيتي مع نرمين؟ ما قالت شي؟ ولا شي. ما حكيت وأنا ما لحيت. بلكي ملك بتفهم شي. حتى أنت إما ما قدرتي تفهمي منها شي. ليش؟ شو المشكلة؟ كيف بدي أفهم؟ خايفة عليها. لساتها طالعة من المستشفى والدكتور نبه علينا ما نضايقها. آخ والله معك حق بس الشغلة بتخوف. كيف بدنا نحلها؟ أي حل يا صبري؟ ليش بقي شي ينحل؟ عم تقول البنت ما بقى في شي ينحكى فيه. ليش القصة هيك؟ بهالبساطة؟ شو مفكرين الشغلة لعبة؟
مو على كيفهم. خلص لا تحكي معه، جلال رح يحكي مع ابنه. من قعدهم مقابيل بعضهم ومنخليهم يحلوا مشاكلهم. كل شي بالدنيا بينحل بالتفاهم. والله ما بقى بعرف، هاي المشكلة مو باينتها رح تنحل أبدا. صدقني صعبة، لو شفت حالة البنت بتحير. مع هيك ضحي تمك بالخير يا حرمي، وقولي إن شاء الله خير. ياب إجا عمار لعندها؟ لا ما إجا. الله شي غريب، وين معقول يكون راح؟ لا حول الله. بابا أنت متأكد إنه انفسخوا الخطبة؟ لأنه بهيك حالي ما رح يجي غير لهون أو لعندي. حسن روي وفكر منيح، في محل تاني بيترددوا عليه؟ خبرني. يعني لو إنه في محل تاني ما كان خبرتك عنه؟ بابا هاي نيرمين أخذت له كل عقله، حياته كلها نيرمين، نيرمين وبس. ما بيعرف غير الشغل ونيرمين. عمي هو ما أخذ إجازة، بس بدك روح شوف إذا مر على الحوض. أوف من هالولد، وين بيكون هلا؟ أوف. ابني وينك انت؟ الكل قلقان عليك، امك من جهة، عمك صبري، والكل. ابني اجا صبري، كانت حالته بالويل، قال انكم تركتوا بعض. هالحكي مزبوط؟ ايه بابا ايه مزبوط. ابني انت وعيان شو عم تقول؟ انتوا بتحبوا بعض، والحب ما بيخلص بيوم وليلة، الحب ما بينتهي ببساطة. حلفت لي مليون يمين هون تحت هاي الشجرة بالضبط، وأنا حلفت لها مليون يمين، حلفت لها إنه ما نفترق أبدا إلا إذا مت. كل أحلامي كانت هي معبيتها، وهي بتعرف هالشي، بس طلعت هي عم تحلم بغير إرني. نفس المشكلة، رديت وفتحت نفس الموضوع. قلت لك البنت بعدها صغيرة، وشي طبيعي تنهوس بهالشغلات. لا تكبر هوس البنت يا ابني. لا يا ابي المشكلة مو هيك. معقول أنا مشان هيك شغلة أتخلى عنها؟ ما أنت بتعرف شو عملت وقت هددوها، قلبت الدنيا فوقاني تحتاني مشانها. بس ماشي الحال، هيك الله بده، مشوارنا خلص. شو خلص وما خلص؟ ما عاد بدي اسمع الحكي. يلا قوم لشوف، خلينا نروح لعندها. استهدي بالرحمن وخلينا نروح لعندها. كنت مستعد موت مليون موتة ولأصبعتها تنجرح. كنت أقول حرام يمر يوم واحد وما أشوفها. شكله انتهى كل شيء. ما انتهى يا ابني، ينتهي كل شيء إلا حبكن. حبكن لبعض كبير، مو ممكن ينشطب بكلمة واحدة. بس القصة يصير فيها شرف بينتهى كل شيء بكلمة. كل شيء. شو اللي عم يسمعه؟ وعيان لحالك شو عم تقول؟ لا تغلط حق نرمين بهالطريقة، لا تصدق القيل والقال. ما حدا قال لي شي يا بي، سمعت من تمه. وقال لي شو اللي بيخليني اشلح الخاتم من ايدي؟ شو هي قالت لك؟
متأكد؟ معقولة؟ المسكين صبري مو عارفان شي. يا حيف يا حيف. بابا روح انت واتركني، خليني افكر شوي، بلكي بلاقي لي شي امل تاني. عمار الحياة يا ابني فيها الحلو فيها المر، ما بتوقف، والزمن افضل دواء، بيمضى شتاء ويجي بعده ربيع وبتفتح زهور وبتنسى كل شيء. الحياة اللي ما فيها نرمين يا ابي ما بتنفعني. خلاص نرمين ما كانت بس خطيبتي، كانت كل شيء. لا تيأس هيك يا عمار، هي انا مثلا ضليت محبوس 7 سنين بس بالاخير طلعت، كملت حياتي واسست بيت وعيلة. الحياة يا ابني بدها تستمر ونحن لازم نعيشها. يلا اشرب نزلت؟ ماما ايه لبست وبدها تنزل. آسيا لا تفتح الموضوع معها، تصرفي بشكل طبيعي، لا تنسي اللي صار فيها مو قليل، لا تخلي اي نوع دواء قدامها. بابا انا رايح تأخرت، بدك شيء؟ بدي شو بدي؟ هات لشوف مصاري معك خرجية ولا بعطيك؟ اوه بابا في كتير، هدول ما بيكفوا، خود هاي كمان. شكرا بابا انا رايح. صباح اختي. صباح النور نيرمين، كيفك يا بنتي؟ منيحة شكرا. الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله تضلي منيحة. تحسنت كتير، عم تقول منيحة. اسأل عن القصة بلكي بتحكي، شو رأيك؟ ماشي هلأ بسألها. شكلها تحسنت الحمد لله، لا تجي خلينا لحالنا. طيب هاي يا أولاد تعوا شوي. في وحدة بالحارة اسمها نيرمين، تعرفوا لي وين بيتها؟ قالوا لي هنيك. ايه عمو هنيك هنيك هنيك. لحظة ما عدت يعني فوق بعدين يمين. يا شباب احكوا واحد واحد ما نفهم عليكم. اللي شو بدك من نرمين؟ مشان شغل. مين انت؟ شغل شو؟ احكي. انا اخوها، امشي. امرك يا ابضاي. نيرمين اسمعيني، اخذتي قرارك وما خبرتينا. يا بنتي نحن اهلك ولازم نعرف شو صار. عم تقولي انتهى بس ما قلتينا السبب. نيرمين إذا نحن ما عرفنا ليش، كيف بدنا نفسر للعالم إذا سألوا؟ الأصدقاء الجيران. هذا الموضوع ما بهم حدا بابا. عم بتقولي فسختي الخطبة، يعني فسختيها ما هيك؟ طيب يا بنتي إذا إجا عمار وسأل شلون بدنا نتطلع بوشه؟
بس انا قلت له على كل شيء. يا بنتي شو يعني كل شيء؟ شو نحن ما لازم نعرف؟ عمار ليش رجعت؟ لانه في رجال سأل عنك. فوت لجوا. شو عم يصير؟ عم قلك فوت لجوا. ابي شو عم تعمل هون؟ روح من هون فورا. نرمين لك انت مجنون شي؟ امشي. انا جاي اخدك يا نرمين، انا ماني مجنون. حاجه تخبيص مشان الله، روح من هون. نرمين انا مو مثل ما انك مفكره. اللي صار بيناتنا مهم كتير بالنسبة لإلي نيرمين. اللي عشناه مانو لحظة عابرة. نحنا صرنا لبعض يا نيرمين. وأنا ما رح أروح من هون قبل ما أخذك. يا ضيعان التعب اللي تعبته فيكي. بهالحياة ما عنا شيء أغلى من شرفنا. هذا كمان دستي برجليكي. عشان هيك تركتي عمار، مشان سيارة، ومشان واحد غني مايع، لهيك تخليتي عن كل شيء؟ تركتينا مشان هدول؟ بابا غدوني بابا. أنا ما عندي بنت تعمل هيك. ضربني، أنا بستاهل، بستاهل أكثر من هيك بكتير. يا ريتني متل وما اضطريت عيشكم هالحالة أبدا. أنا ما بستاهلكم بنتكم، سودت وشكم. يلا أيمن خدني من هون، خلينا نروح بسرعة. ماشي يلا. بدي اذبحك. نقلع. عمار حبيبي هو ما له ذنب، هي غلطتي أنا. لوين بدك تروح وتتركينا؟ لوين؟ مو بإيدي عمار، ما بقدر ضل هون. وعدني تدير بالك عمك وأبوك. ها أنا وراي على السجن حطوا لي الكلبشات. طلعت آخر مرة على الحارة، حسيت إني ما حتشوفها وما صار. رجعت على الحارة، 7 سنين مو سهلين مضوا وراحوا. الله قدر إني أبدأ من جديد ورجعت على حارتي هون بالضبط عند المفرق. الكلب اللي تسلط على أمها، استغفر الله، ما بينقال عن الموتى كلاب، استغفر الله. المهم لحقت الشيطان وأخذت جزاتي. شو صار؟ مقتل واطي، وأنا خسرت 7 سنين من عمري، وخسرت يلي بحبها. كانت أمك راحت على دنيا تانية من زمان، يلي بيلحق الشيطان بيدفع الثمن. Thank you.
عمار. امشي. عمار، الحمد لله يا ربي. وين كنت يا ابني؟ سلطاني لا تسألي، وعملي لنا كاسة شاي. شاي جاهزة. شو يا رجال، حكى شي؟ والله قلبي كان عم يغلي علي. جلال احكي مشان الله. ما في داعي نوجع له راسه، موضوع منتهي. منتهي؟ فهمني شو صار. عمار قال خلص، يعني خلص، سكروا على الموضوع. يا الله، كل شي صار بسببي أنا. كنت بدي خلص حالي، قمت خربت الدنيا كلها فوق راس عمار. نرمين لا تزعلي، أنا كان بدي الشغلة تصير غير هيك، كان لازم أطلبك من أهلك. بس لا تخافي، بكرة برجع وبعتذر منه. بس هلأ خلينا ننسى الماضي ونفتح صفحة جديدة. لوين رايحين؟ إلك عندي مفاجأة. منيح. بس منيح؟ مو حابة تعرفي شو هي؟ ما بدك تسأليني؟ نيرمين حبيبتي، يمكن ما كنا مع بعض هلأ لو ما كل شي بلش بمزحة صغيرة. فرح استفزتني، راهنت عليكي، وأنا قبلت. يوم اللي اجيتي لحتى تساوي مانيكير لأمي قالت لي فرح، أنت اللي عم تعيشه مو حب. البنات عم تلحقك على مصاريك وعلى اسم عيلتك. أرجيني إذا رح تقدر تخلي هاي البنت تحبك. دخلنا برهن، استخفيت فيك، فكرت إنه أنا رح أقدر وقعك بسهولة. يعني لعبتوا علي قمار وربحت؟ إيه؟ ألف مبروك. معك حق تزعلي مني، اللي عملته بشع كتير. مزبوط أنا راهنت عليكي، بس هذا الشيء كان بالبداية، وبعدين تغير. ما عاد يهمني الرهن، لأني أنا حبيتك، عشقتك بدون ما أحس، وعلى هالأساس عم أتصرف. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك خالي؟ كيفك بابا جلال؟ نشكر الله. يا سلام سلام، شكل حماتي بتحبني. خالي صبي لك كاسة شاي زكاتي، بس يا ريت ما تكون خفيفة، الشاي التقيل بيدوز على المخ. ايش ريك؟ وين كنت هربان؟ حفينا نحن وعم ندور عليه وما كنا نلاقيه. بس وين بدك تطير من بابا جلال؟ قلت ببالي بمرق لهون ونطلع سوا على الشغل، شو؟ انتو اتنين قلال مروي. اخ لو اني معلمكم كنت قلعتكم اتنيناتكم من الشغل، طردكم فورا. كيف بدك تقلعنا؟ هاي شغلة الباشا هون. اللي بيطرد ما بينطرد. كم الشلة سرسرية ونظف الحوض من نون. والله مزبوط، عمار خرج يستلم مهمة المشرف الليلي، فكرة منيحة. والله حلال عليه،
طلع شاب قبضاي ولاحق القضية لوحده. نحن كمان ما كنا منعرف وإلا تصرفنا. قديش قلنا مع سمير ما حسينا. ما تخيلت هالواطي يعمل هالعملة الوسخة. لولا هالشاب عمار ما كان انكشف أبدا. اتصل لمعلم وقال الشخص اللي كشف القضية لازم يتكافأ وبدنا نكافئه. شو رأيك بشار؟ الله يحميكم، تعملوا زينة العقل. عمار بحاجة لهالشي، عرسه قرب ولازم له دعمي. إيه وهيك يا سيدنا بزيد راتبه كمان. شوفي ليه وقفت هون؟ عالصالون، هاي هي المفاجأة. وشو دخل الصالون بالمفاجأة؟ ما رح أقلك، هلأ منفوت وبتشوفي. يلا نزلي. ما بفوت لهنيك. عم قلك مفاجأة؟ يلا. عم قلك ما بدي، هدولي هانوني وقلعوني. قلتلك انسي الماضي ولا تخليني قلك المفاجأة. ايه اسمها مفاجأة؟ يلا نزلي. يلا يلا بقى، لا تفكري. يلا نزلي حبيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخي عمار. لا يا رجال، هيك ما بتسأل عنا؟ والله اشتعنا لك. على راسي والله. قلقنا عليك يا أخي. قلنا لحالنا عمار أخذ المصاري وصرفهم وبعدين عمل عرسه وترك حوض السفن ونسينا وراح. ولا غسان، أنت بده ضل لسانك طويل وبطق سوالف. إذا بدنا نضل واقفين وعم نسمعك رح نتأخر على الشغل. امشي عمار. حبيبي قبل ما انسى، قال الاستاذ نائل بس تجي مشان تمر عليه. ماشي، انا اصلا كنت بدي مر عليه. خير، شو لك شغل معه؟ عاوزه بموضوع. سلام. الله معك عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام. مبروك نرمين خانو. شكرا لك. هلا خانو، بعتقد انه نرمين الى عندك اعتذار، ما هيك؟ معك حق ايمن بيك. الحقيقه انا اسفه كثير يا نرمين خانم. نرمين خانم، انا ظلمتك كثير وبتمنى تسامحيني. مو مهم، انت ما كان لك ذنب. وبعد ما سلمت واستلمت صار لازم روح. الله يوفقكم. وهلا صار لازم اتعب كثير منشان شغلي ينافس شغلكم. موفقين يا جماعه، يلا بخاطركم. مع السلامة. نرمين مبروك، هي أحلامك تحققت. شوفي صار المحل إليك. بتتذكري قديش حلمنا بهاللحظة؟ ليش ما في زباين؟ لأنه أيمن بيك هيك طلب. بهالمناسبة رح يكون اليوم لخدمتك وبس. خدمتي أنا؟ إيه اليوم الكل رح يخدموكي. يلا يا جماعة. لا أيمن يلا ما يا في داوي. تفضلي. شكرا. اليوم انت بلشتي حياة جديدة ومختلفة تماما عن حياتك القديمة. كل شيء رح يتغير من اليوم، رح تصيري نرمين تانية. يا مختار، مو معقول هالشي. عم نعطيك شغل بملايين الدولارات بالسنة، انت اشتغلت على اساس كلام لحام تافه بيشتغل بأدنى اجر عندي. معقول هالشغل؟ شو هالمنطق هاد؟ مفهوم صفا بيك، بس الأحداث. شو هالأحداث هي؟ صدقتوا لحام وجبتوا الشرطة على سفينتي، معقول هالشي؟ وشو النتيجة؟ قلي. ولا شي، طلعت سفينتي نظيفة وما وصلني أي اعتذار. شوف صفا بيك، لو في شي بيدعي للاعتذار كنت اعتذرت، بس الوضع واضح وفي قرار قضاء. في رجال أكل حكم بسبب الحادثة. اسمعوا على هالحكي، اسمعوا. وشو علاقتي أنا؟ شو دخلني بقصص التهريب وما تهريب؟ ليش أنا بحاجة هيك شيء؟
يمكن أنا الغلطان إني فكرت جيب سفينتي لعندكم، وفي غيركم كتير. والله يا بيك راح تضطر تشوف غيرنا. شو؟ الوضع ما بقى يحتمل، وهذا أفضل حل. أنا آسف كتير. شو يعني؟ عم بتفضل أنت واحد لحام عم بيشتغل عندي وياكل من مصاريه على صفا كروانجي أغلو يا سيد مختار؟ على راسي والله أنت ومختار بيك، الله يديمكم فوق راسنا، وهذا شيء بيشرفني والله. بس أنا جاي اليوم لحتى أترك الشغل. أنا آسف. عمار بدك تترك الشغل؟ لك ليش ما خبرتني؟ عمار لا تقرر فورا، فكر بالأول. المعلم نفسه طلب إنك تكون مشرف ليلي. سيد نائل أنا قراري أخذته خلص، رح أترك. روق حبيبي روق، لا تقرر فورا، على مهلك، خذ وعطي شوي وبعدين قرر. انت بتعرف يا عمار انه رجال مثلك نظيف وكويس ما بيلتقى بهالايام، بنتمنى تقبل. هن رادوا يوسخوا اسم الحوض بس انت ما سمحت لهم، وانا بحترمك طبعا، القرار لك. الله يديمك. انا وقت عملت اللي عملته ما كنت طمعان بشي، انا قلت اللي شفته بس، وهلا ما عاد بدي اشتغل، هذا اخر كلام. خاطرك يا أخ رمزي. الله معك، لا تنسانا أخ عمار. خاطرك. مع السلامة. موفق. يابا شوف مين. مين؟ صاحبنا، ما عرف له؟ ايه. شو رأيك؟ شو بدي أقول؟ خلي المحامي يتصل بحواض السفن وقوموا باللازم. مثل ما بتريد صفا بيك. تخيل يا بكر، يجي واحد شقفة لحام تافه خربنا النظام اللي كنا ماشيين عليه من سنين. ايه سيدي، بس افضل رجالنا كانوا هون. افضل رجال؟ ها بلا ما نضحك على بعض، لو كانوا رجال بحق وحقيقي ما بيجي شقفة لحام صايع بشتتهم كلهم. ولا شو يا بيك؟ لا تجاوب يا بكر. مين هالزلمة؟ دون كيشوت ولا عنتر ابن شداد؟ بما انه عم بيحارب طواحين الهوى فهو. شوف وشك بخير. ليكو اجا. مين؟ عامل للحام. اي واحد؟ ابو الجاكيت الاسود يلي على اليمين. بدك تقلي انه هالسرسري قدر يكمش رجالنا ويخرب نظامنا وحده؟ لكن مع الاسف اخذنا على غفله. دير بالك وفتح عيونك اكثر لياخذوك على غفله. ليش هيك عم يبحلق فينا؟ امشوا. مو كمشوا كلابه؟ اجا لهون ليلمون من جديد.